وصلنا هنا عند السبيشال الكاركتر سيت اند سبيشال كاركتر. لو انا ابغى اطبع سبيشال كاركتر يعني عندي رموز خاصه ابغى اطبعها، مثلا ابغى اطبع هذه علامه اللي هي دبل كوتيشن، ابغى اطبع الاند اكبر من اصغر من، ابغى اطبع تعجب، ابغى اطبع مثلا هذه علامه، ابغى اطبع هذه علامه اللي هي الار، ابغى اطبع علامه الكوبي رايت اللي هي حقوق النسخ والنشر. اوكي مثلا ابغى اطبع ربع، نص، ثلاث ارباع، ابغى اطبع اي رمز من هذه الرموز. اوكي كيف اطبعها؟ انا ما اقدر، ما في شيء بالكيبورد اسمه اضغط كذا يطلع لي على طول كوبي، ما في، انا عندي يعني ما في عندي بالكيبورد شيء اضغطه يطلع لي هذه الرموز على طول. فانا محتاجه عشان اطبع كل رمز من هذه الرموز انا عندي كل رمز عنده شيء اكتبه عشان يطلع لي هذا الرمز. مثلا ار عشان يطلع لي هذا الرمز اكتب ار اي جي، عشان يطلع لي الرمز اللي هو 3 ارباع اكتب اف ار اي سي 3 4، عشان يطلع لي النص اكتب اف ار اي سي 12 وهكذا. يعني هذه خذوا من هذه احنا ناخذ من هذا جدول نختار الاشياء اللي نكتبها عشان يطلع لي الرموز. اوكي يعني عندي هذا هو طبعا الجدول راح نستخدمه عشان نطلع رموز. لو انا ابغى هذا الرمز اكتب كذا، لو ابغى هذا الرمز اكتب كذا. اوكي طبعا هذا الرابط صراحه انا ما لقيته عندي، دورتها وما لقيته، فراح اعطيكم بداله رابط ثاني. يعني اكتبوا في جوجل، يعني عندكم هنا اكتبوا نفس العنوان هذا اللي هو كاركتر سيت اند سبيشال كاركتر، اكتبوا نفس عنده في جوجل، اكتبوا في جوجل راح يفتح معاكم اول لينك، افتح مع اول لينك عندكم راح يطلع معاكم هذا الرابط. طيب هذا الرابط في كل الرموز وكيف نكتبها. لو ابغى اكتب اي كابيتال اكتب كذا مثلا، لو ابغى يعني كل شيء موجود. يعني لو انا مثلا ابغى اطبع اليو هذه اكتب هذا اكتب هذا الشيء، هذا يطلع لي اليو، وهكذا كل الاشياء موجوده. لو ابغى اطبع مثلا يعني لاحظ مره مره كثير اشياء، لو ابغى اطبع قلب مثلا ابغى اكتب قلب احط كذا، احط اند هارت، ابغى دايموند احط كذا. يعني في انا كل رمز من هذه الرموز لما ابغى اكتبها احط الشيء حقها. طيب عشان اقدر اني انا اكتبها. طبعا في بعد تحت اشياء كثيره مره لاحظتوا مره مره كثير، فهذا يعني الرابط راح يفيدكم حطوه عندكم عشان لو انا ابغى يعني ابغى اي رمز غريب بس احط يعني الكود حقه. اوكي يعني انا عندي كل رمز له كود، هذا مثلا هذا الكود حقه لاحظتوا، هذه مثلا هذا الكود حقه، ما عندي انا بالكيبورد شيء جاهز. طب احنا ايش عندنا احنا في الـ في الـ في الـ في المحاضره حقتنا؟ في المحاضره حقتنا زي ما تلاحظون عندي هنا عند الريتنج عندي هنا ستار، ابغى اطبع ستار. هل انا عندي شيء بالكيبورد اكتب على طول يطلع لي ستار؟ لا طبعا، لازم هذه الستار عباره عن سبيشال كاركتر. اوكي لازم انا ارجع لاخذ الكود حقها اللي طلع لي الستار. طبعا مطلوب مني احط اقواس وداخلها احط الستار وبعدين احطها داخل الريتنج، داخل اللي هي H2 هذه اللي اسمها الريتنج. ولاحظوا حتى الستار مش لون اسود، عندها لون اصفر. طبعا كيف راح نسويها؟ راح نشوف هنا عندنا طبعا هذا هو اللي راح نعتمد عليه. عندنا مثلا ستار هنا معطيك الجدول حق الستار او الرمز حق الستار او الكود حق الستار، قال لك الستار عشان نطبع عشان احنا نقدر نطبع الستار نحط الرمز حقه. وايش الرمز حق الستار؟ اللي هو هذا بنات، هذا هو الرمز يحفظ طبعا حق الستار اللي هو اند علامة الهاشتاج 9 7 3 3. طبعا كم عندي من ستار؟ عندي والله 4 ستار، فحطينا الرمز 4 مرات، لاحظوا 1 2 3 4. طبعا انا احط الرمز 4 مرات راح يطبع لي 4 ستار، وابغى بعد تكون الستار داخل اقواس، فحطينا برا العلامات هذه حطينا ايش؟ حطينا زي ما تلاحظون اقواس اول شيء. اوكي وداخل الستار كررنا الكود حق الستار داخل حطينا اقواس اول شيء، وداخل اقواس حطينا الكود حق الستار 4 مرات، فراح يطبع لي اقواس وبعدين داخلها 4 ستار. حطيناها وين؟ حطيناها داخل التاج اللي هو H2 اللي هو حق الريتنج، لان ابغاها تطبع لي جنب الريتنج، لاحظوا ابغاها تطبع لي وين؟ جنب الريتنج هنا، لاحظوا جنب الريتنج. فبكل بساطه يعني راح اروح هنا حقي عند الريتنج، اوكي في داخل الريتنج، اوكي في داخل الريتنج. طبعا انا لما ابغى احط سبيشال كاركتر اي سبيشال كاركتر ابغى احطها لازم احطها داخل تاج اسمه سبان، اوكي داخل تاج اسمه سبان. فانا هنا حطيت H2 حطيت الريتنج، اوكي قبل ما يسكر H2 يعني داخل H2 بعد الريتنج احط التاج اللي اسمه سبان. طب متى استخدم التاج هذا اللي اسمه سبان؟ متى استخدمه؟ استخدمه لو انا ابغى احط اي اطبع ابغى اي اطبع اي سبيشال كاركتر. اوكي تصير الحين فتحنا الحين التاج اللي اسمه سبان وسكرنا الكود اللي اسمه سبان. هنا نحط التاج اللي اسمه سبان لو انا ابغى اطبع اي سبيشال كاركتر. طبعا انا ايش ابغى اطبع؟ ابغى اطبع اقواس زي ما شفنا، ابغى اطبع اقواس اللي هي هذه اقواس حقتنا بنات، ونحط داخلها الرمز حقنا، الرمز اللي ناخذه من السلايد طبعا، الرمز اللي هو يا بنات هذا هو. اوكي فراح اسوي طبعا كوبي من السلايد اللي هو هذا الرمز، راح اسوي له بس كوبي اوكي واحطه داخل طبعا داخل اقواس حقت السبان. طبعا هذا بالغلط انا حاط اقواسين. اوكي طبعا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ الكود راح اكرره كم مره؟ راح اكرره 4 مرات، لان انا ابغى كم عندي من ستار؟ ابغى 4 ستار،
زي ما هو موضح، احط طبعا بينهم سبيس واحطهم داخل اقواس واسوي طبعا سيف واجرب الان الشغل. طبعا هذا هو الكود حقنا، راح نسوي رن. اوكي فعلا طلع لي الان الستار. طبعا الستار انا ابغاها باللون الاصفر زي ما هو موضح عندكم، انا هنا طلعت لي اسود، طبعا انا ابغاها اصفر، كيف اخليها باللون الاصفر زي مثلا زي عندنا هنا، لاحظونها باللون الاصفر عندنا. كيف احط ستايل؟ احط ستايل، اروح عند الاسبان زبانات. طيب اكس معي داخل تاج الاسبان، البدايه داخل تاج الاسبان احط ستايل، اقول ستايل اوكي يساوي، بعدين احط القيمه حقت الستايل داخل دبل كوتيشن. طبعا انا ايش ابغى؟ ابغى يكون اللون اصفر، فراح اقول كلر اوكي، احط هنا الخاصيه ابغاها تكون، يعني الخاصيه ابغى اطبقها اول شيء خاصيه اللون، فاحط هنا اسم الخاصيه كلر، بعدين نقطه راسيتان ثابت، بعدين اسم اللون ابغاه، اللون ابغاه القيمه هنا الخاصيه، هي القيمه، القيمه اللي ابغاها اصفر، ابغى يكون اللون اصفر. طبعا بعد ما نحط القيمه نحط سيمي كولن، فهنا بعد ما احط القيمه احط طبعا سيمي كولن، طبعا بعد الخاصيه احط نقطه راسيتان، وبعد القيمه احط سيمي كولن، وبكذا اسوي طبعا سيف. اوكي وراح نشوف الان الشغل، راح نسوي طبعا ريفرش للصفحه. اوكي طلعت معاي باللون الاصفر، برافو. طبعا نفس الحين المطلوب، المطلوب ان تكون باللون الاصفر طبعا. اوكي سويناها. اوكي طبعا قايل لك هنا عشان الون، يعني طبعا سوينا هذه هي الخطه هذه، اوكي عشان الون اسوي كلر، عشان الون جزء فقط من النص، انا ما ابغى الون النص كله، ابغى الون زي ما تلاحظون جزء فقط من النص، استخدم السبان. يعني انا متى استخدم السبان تاج؟ لما انا ابغى الون فقط جزء من النص، زي مثلا هنا اوكي احط سبان، احط طبعا الشيء اللي ما ابغاه ملون، مثلا عندي زي الريتنج ما ابغاه ملونه، فعادي الريتنج حطيناه داخل H2 سكرنا H2. طيب حطينا عادي ريتنج. اوكي بعد الريتنج حطينا سبان. اوكي وداخل السبان، اوكي داخل تاج السبان نحط الشيء اللي نبغى لونه، اللي هو ستايل يساوي كلر يلو هنا. اوكي فلو انا ابغى الون جزء من النص احطه، الجزء اللي ابغى لونه احط داخل السبان، والجزء اللي ما ابغى الونه احطه برا السبان زي ما انتم ملاحظين. اوكي فخلصنا الان من هذه الحته، سوينا هنا اوكي انتهينا من هنا. طب نجي هنا، شو يقول لك برضو؟ قال لك سوي لي هوريزنتال لاين بريك، يبغى لاين بريك. طبعا الهوريزنتال بنات، الهوريزنتال شو عباره عن هذه التاج، هذه التاج تعطيني هوريزنتال اللي هي اتش ار، اللي هي بنات اتش ار سلاش، تعطيني ايش؟ لما احط هذا التاج راح يعطيني هذا الشكل اللي هو خط كذا، اوكي؟ والبي ار ايش تعطيني؟ البي ار تعطيني لاين، لاين بريك، يعني تعطيني سطر، سطر فاضي، تعطيني زي مسافه، اوكي؟ البي ار تعطيني زي سطر فاضي او مسافه، فلو انا ابغى مسافه بصفحه احط بي ار، لو انا ابغى خط بهذا الشكل احط الاتش ار، اوكي؟ راح نطبقها الان. طبعا بالنسبه للاتش ار احنا طبقناه مع بعض، طبقناه وين بنات؟ تذكرون؟ طبقناه في الصفحه حقتنا. اوكي الصفحه اللي كنت ابغى اسويها اللي هي هذه الصفحه، سوري اللي هذه الصفحه هنا حطينا، عشان طلع لي هذا الخط عن طريق الاتش ار، الاتش ار سوينا، والبريك برضو حطينا اللي هو اعطيني مسافه، كلهم طبقناهم. لحظه معي، هنا حطينا اللي هو الاتش ار، اوكي حتى طبقناه طبعا، اللي اعطاني وشو؟ اعطاني هذا الخط. اوكي لاحظوا انه قبل اتش 2 اللي هو واتس نيو، طبعا قبل اتش 2 اللي عباره عن واتس نيو. طيب اوكي فكذا حاليا سوينا هذه الصفحه كلها من A to Z وسويناها خطوه خطوه. اوكي الان عندنا اللي هو الاكسرسايز 1، اكسرسايز 1 عباره عن اكسرسايز جديد، راح احط شرحه في الفيديو القادم، فيديو منفصل خاص فيه. بقى لنا اكسرسايز 1 اوكي، وبقى لنا برضه ايفالويشن 2، وبقى لنا كمان ايش؟ برضو عندنا بروجكت 3، راح نخليهم كلهم المحاضرات ان شاء الله الجايه. بروجكت 3 راح يكون هو الواجب حقكم، راح يكون ايضا مشروح ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.